أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. الحلقة دي هنتكلم فيها على رقم 2 من الهول ماركس أو الكاركترستكس اللي هي اسمها ريجر. ريجر اللي هي التالية على طول بعد بيربسوفنس، طبعا معناها بالعربي ممكن يبقى شارب، أو يعني آسف معناها المرادف شارب، أو بالعربي الصارم أو المحدد أو القاطع. أو طيب يعني نعملها إزاي؟ تعالوا نقف عند جملة واحدة بس عشان تحددها لنا وتسهلها لنا. A good theoretical base, a good theoretical base and a sound methodological design. A sound methodological design add rigor to a purposive study. Purposive اهي اللي كانت فوق. Purposive دي اللي احنا اتفقنا ان يبقى عندي defined variables علشان تبقى linked و attached مع الفينومينا اللي بنقيس. Rigor يعني sharp، يعني precise، يعني accurate، كويس. ده انجليزي ومرادفات. عربي يعني صارم، محدد، دقيق، كويس. اعمل ايه بقى في الساينتفك ريسيرش عشان ابقى كده؟ بيقول تقريبا حاجتين، تبقى عندك a good theoretical base. تعالوا نفكر كده، دي بتفكركم بايه في الديدكتيف ابروتش؟ فكروا معايا كده واسترجعوا الديدكتيف ابروتش اللي هو كان 6 ستيبس اللي كان بينتج applied research. وتعالوا نفكر في التانية a sound methodological design، هتضيف للpurposive study، هتضيف rigor. طيب يعني ايه بقى good theoretical base؟ هي theoretical دي يعني ايه؟ يعني تنظير. theoretical يعني تجيب من النظريات. فاكرين ال language of science؟ كان عندنا theory، اقل منها model، اقل منه concept، اقل منه construct، صح؟ اقل منه variable. ايه دول كانوا في الايه؟ في ال language of science، في الحلقة بتاعت ال language of science. طيب لما يبقى عندنا الـ الحاجات دي نجيبها منين؟ من الساينس. طب وانا امتى بروح للساينس؟ امتى بروح للساينس في الخطوات بتاعتنا؟ حد فاكر الخطوات؟ اهي ادي الخطوات، اهي ادي ريجر، هبعد انا كده عن ريجر شويه. الخطوات بتاعتنا اهي بتاعت الديدكتيف ابروتش، كان عندنا حاجه اسمها ايه؟ هو هنا بنتكلم اهو على الثيوريتيكال بيز. عندي حاجه اسمها ثيوريتيكال بيز زائد A sound methodological design، يعني عندك design مقبول، منهجي مقبول، منهجي أو منهجيا مقبول، كويس. وعندي مرجعية أو قاعدة مرجعية من العلم. طب هي القاعدة المرجعية بالعلم كنا بنجيبها إمتى؟ كنا بنجيبها ساعة الخطوة الخاصة بالليترتشر ريفيو. طب اللي بعدها كانت إيه؟ methodological design. دي methodological design تبقى إيه في الديدكتيف أبروتش؟ يبقى إن أنا أروح أجيب أو أنتج research design. طب theoretical base دي وانا بجيبها من literature review هتبقى عبارة عن ايه؟ زي ما بنفكر بالحلقة بتاعت language of research. والله ممكن اروح للliterature review اجيب variable او variables، اجيب constructs، اجيب concept، او اختار ما بين الconcepts concept معين، او يبقى في عندي اكتر من model واختار model منهم، او اختار نظرية او اكتر وهشوف استخدمها لوحدها ولا ادمج ما بينهم واضيف عليها my own variable. طيب الخطوة اللي بعدها كانت ايه؟ كانت ان انا اعمل research design. احنا لسه مش عارفين مكونات research design ايه ولا جواه ايه، بس هو بينبهني ان الريجر يبقى عندي theoretical base اللي هو ان انا ارجع اجيب من مكونات العلم ما يفيد ويدعم المشكلة بتاعتي. الله، المشكلة بتاعتي فين؟ اهي problem definition اللي هي خطوة رقم واحد في deductive approach. فتعالوا كده نراجع deductive approach. problem definition، literature review، ادمج الاثنين مع بعض، يعني اعرف موضوع ومشكله وسياق واركز تحديدا هدرس ايه، واجيب من العلم ما يؤيده ما يناسبه، استرجع العلم ده واقراه واطلع عليه واقيمه واقول يا ترى هستخدم انهي، وادمج الاختيار بتاعي مع المشكله او الموضوع اللي انا بدرسه في ديزاين او تصميم علمي منهجي ميثودولوجيكال ديزاين علشان يسمح ليا بالخطوات التاليه. اهو دمجنا الاثنين مع بعض، يسمح ليا ب جمع الداتا، data collection، D for data collection، A data analysis and then the conclusion أو final conclusion. وبالتالي بقى trigger هي الخطوتين دول، theoretical base plus methodological design. الاتنين دول مع بعض بيشكلوا كلمة trigger. طب الاتنين دول عبارة عن ايه؟ دي طلعت theoretical base دي هي الخطوة أو المفهوم اللي بنحققه في خطوة literature review في deductive approach، والميثولوجيكال ديزاين دي طلعت هي المفهوم او الخطوه المفروض نحققها هي في خطوه الريسيرش ديزاين في الديدكتيف ابروتش. ادي الديدكتيف ابروتش اهو،
بينتج لنا ايه الديدكتيف ابروتش؟ بينتج لنا ابلايد ريسيرش. الله، يبقى لما نقول بليز راعي الكونسبت اللي اسمه ريجر، كاننا بنقول لك راعي وجود ثيوريتيكال بيز، دعم علمي من الساينس، مرجعيه علميه سليمه، وان يبقى عندك منهج علمي صحيح لاستخدامه في جمع البيانات والفحص الساينس ده. الخطوتين دول يتقاطعوا يتساووا مع مين؟ مع الليترتشر ريفيو والريسيرش ديزاين. كان الريجر هي الليترتشر ريفيو بلس الريسيرش ديزاين. طب لو رجعنا لسؤالنا في اول حلقه اللي كانت بتتكلم على الهول ماركس والكاركترستكس، ده يعني ايه؟ هل يا ترى ريجر دلوقتي بقت كاركترستيك ولا هول مارك؟ كاركترستيك بمعنى انها مانداتوري اساسيه، هول مارك معناها انها مش اساسيه، يعني ممكن الريسيرشر يعملها ولا لا. هل الريسيرشر هنا عنده رفاهيه انه يستغنى عن الريجر، بمعنى انه يستغنى عن الثيوريتيكال بيز ويستغنى عن الميثودولوجيكال ديزاين، وبالتالي يستغنى عن خطوه الليترتشر ريفيو ويستغنى عن خطوه الريسيرش ديزاين؟ امال هنا وقعت مننا، بقى عندنا بروبلم ديفينيشن Data Analysis Conclusion، بقى بحث ولكن غير علمي. يعني عرفت مشكلة ما وحتى التعريف مش هيخضع للعلم، ورحت جامع Data على طول، لا رجعت للعلم ولا ولا بنيت أو عملت تطوير لمنهجية علمية تفحص الكلام ده. وبالتالي خلي بالك إن ريجر صحيح هي Theoretical Base، مرجعية من العلم، وميثودولوجيكال ديزاين، ومنهجية لجمع الداتا وفحصها، إلا إنها متصلة بالدرجة الأولى بالليترتشر وريسيرش ديزاين، أو تعني ليترتشر وريسيرش ديزاين. فكر معايا ونلتقي في آخر حلقة في السلسلة اللي ليها علاقة بالهول ماركس والكاركترستكس، عشان نشوف يا ترى رأيك إيه، هل ريجر دي تبقى هول مارك ولا كاركترستك؟ شكرا جزيلا، نلتقي في الحلقة التالية، مع السلامة.